بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع اليوم اللي هو يعني موضوع يعني جد مهم بالنسبة للرياضيين، ويعني وسيرتو الرياضيين يعني المبتدئين ديال يعني المسافات يعني المتوسطة أو الطويلة اللي عندهم الرغبة أنهم يكونوا مبدعين يعني. ولا غادي نهضروا على يعني هاد الحلقه هذه ان شاء الله بحول الله غادي نهضروا على الرياضه الجري البطيء، يعني بالنسبه حتى للناس اللي يعني عندهم الرغبه انهم يعني كيترينيو راسهم، يعني ما كيترينيوش بور لا كومبيتيسيون ولا غير بور لا سونتي، يعني بور الصحه ديالهم. يعني كنلاحظ انا كمدرب ديال الالعاب القوية يعني في التيرانات، كنلاحظ ان الانسان شحال من واحد تيبدا معنا كيبدا كيجي كيدير دي فوتينغ، يعني ما كيهضر مع حد تيجي تيبدا يدير لي فوتينغ، واحد النهار تينقطع وهذا السؤال ديما كان مطروح يعني. وكنتلاقى مع الناس كنهضر انا وياهم كنقول لهم ما بقيتش تبان ولا ما بقيتش هادي، كيقول لك اودي اش غادي نقول لك، راه عييت ولا راني بغيت نرتاح ولا المهم دائما هاد راني عييت بغيت حق راه بغيت نرتاح وغادي نولي وكذا. وهذا المشكل هذا راه يعني بزاف ديال الناس، وربما اللي غيشوف هذا راه غادي يشوف فيه هو والمشكل. انا عارفه يعني المشكل فين كاين، المشكل يعني هو هذا هو الانسان، يعني كما كيديرش لي فوتينغ، يعني فوتينغ دي ريكوبيراسيون، يعني فوتينغ يعني كنقولوا الجري البطيء. الجري البطيء راه مهم بالنسبه للناس اللي كيديروا الرياضه بور لو سبور سوا ميم، يعني اللي هو الصحه ديالو. كنلاحظوا ان الناس يعني كيجي كيدير السبرديله ديالو الكويت ما ديالو ولا الشوط ولا شي حاجه يعني، وكيخرج واحد الفوتينغ شويه كتشوفو غادي كيلهت بواحد لونطونس، يعني كيمشي بواحد الشده اللي كتكون عاليه، يعني اليوم غدا كيوقع له الارهاق تيمشي ما كيوليش. وهذا انا كنصح الاخوان يعني اللي كيديروا يعني هاد الرياضه، هي رياضه الجري، يعني كنفضل ديما كنقولها يعني ديروا لي فوتينغ بشكل بطيء، سيرتو يعني في البدايه ديال التدريب ديالهم. علاش؟ باش يكمل، باش ما يوقعلوش الارهاق. يعني فاش نبقى ندير لي فوتينغ كنديرهم بواحد الشده اللي كتكون عاليه، يعني كتجي واحد النهار يعني كيوقع لي الارهاق انا، يعني الجسم ديالك كيقولك ستوب، يعني ما بقالك فين 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 تزيد يعني. وسيرتو كنشوف شي وحدين انا كيلبسو ميكا ولا كنقولو الركاوي، وكاين اللي كيقول لها يعني بزاف الاسماء عندها لامبيرميابل، وكتشوفو كيجري على اساس انه كيطيح الشحمه، وهذا خطير 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 بزاف، يعني النسبه ديال الماء كتنقص، ويعني وكاين خلايا في الراس، خلايا العصبيه اللي ما كتوليش تجدد يعني كتموت، وهذا راه خطير بزاف بالنسبه للناس يردوا البال لهذه المساله هذه. اذا غادي نولي للموضوع ديالنا وهو الجري البطيء هو جد مهم، تيقوي المفاصل والاوتار، وكذلك تيسمح بنقل مزيد من الاكسجين في الدوره الدمويه، وهذا راه جد مهم، يعني راه النسبه ديال الاكسجين كتزيد واحد النسبه اللي كتكون كبيره، يعني سيرتو اللي كيترينيو في المرتفعات باش راه تقدر توصل ل 5 مليون جلوبال غوج زايده في الدوره الدمويه، وهذا كينتج عليه ان الجسم ديالي كيولي سوليد، كيولي لي يعني اوكسجيني مزيان، كتولي عندي مناعه، كتولي عندي بزاف لي زافونتاج يعني كيوليو في لوكور في الجسم. ويعني وهاد الزياده اللي كتزيد، يعني الزياده اللي كتزيد عدد الخلايا الدم الحمراء، وهذا كيسمح بمزيد من الاكسجين، تجد مزيد من الاكسجين كما قلنا في الدوره الدمويه. ويعني عنده واحد الفي اللي هو كبير، يعني هذه المساله اللي نهضر عليها دابا راه مزيان الناس، يعني التجويف ديال القلب، ولكن القلب هو العضله الوحيده اللي تطلب الوقت بزاف باش تكبر، يعني التجويف ديال القلب كيزيد تيكبر، وهذا كينعكس على القلب، يعني النبضات ديال القلب كيقللوا، لحقاش ولا صحيح القلب ولا كبير. لهذا انا كنقول لي فوتينغ يعني الجري البطيء راه جد مهم بالنسبه للناس. ويعني كنفضل ان الانسان باش يكون غادي يمشي يدير فوتينغ ولا غادي يدير فوتينغ، يعني غادي يبدا يعني عنده الرغبه ولا عنده الحماس باش يدير لي فوتينغ، يعني تكون عنده يرد البال لهاد المسائل هادو اللي غنقولهم دابا، وهو السبرديله، يعني الحذاء الرياضي ضروري يكون عنده فيه لامورتيسمون، يعني ديك البونجا من التحت كنقولوا حنا بالدارجه، تكون ديك لامورتيسمون. علاش؟ باش ما ياكلهاش في طوندون، ياكلها في ليزارتيكيلاسيون، ويقدر ياكلها في السنسول الا كان عنده لو بوان، عنده الوزن. وهذا يفعود ما غادي ندير الرياضه غنصدق داير مشكل راسي، وهذا اللي غادي يعني ننصح به الاخوان
ننصح الاخوان، وهذا بزاف بزاف يعني الناس نتلاقاهم بحال هكا وهذا كنهضر معاهم، يعني اول سؤال كيسول كيفاش قدرت نجري، كيفاش يعني باش نكمل، باش ما نحبش، باش يعني تيسولوني بزاف في هذه المساله هذه. وارتأيت ارتأيت انني ندير هذا الفيديو، وهذا الفيديو نحطه للاخوان اللي بغى يستفاد ولا بغى شي استفسار ولا شي حاجه، نعرف الاشاره. وراه ان شاء الله بحول الله رحنا يعني كرينا واحد القناه اللي هي يعني الاعداد البدني، الاعداد البدني 70، الاعداد البدني اللياقه البدنيه 70، يعني اللي بغى يشوف يعني ولا يستفسر ولا شي حاجه نعرف الاشاره ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.